دكتور شارل بشرى مجلي. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ الدكتور شارل بشرى مجلي، استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومي بامبابه. اهلا بحضرتك. اهلا بك دكتور. كنا عايزين نعرف الدور الوقائي في تجنب حدوث الازمات القلبيه للشباب. في الحقيقه دي نقطه مهمه جدا، لانه كما اصبح لا يخفى على الكل حتى غير الاطباء انه معدل الازمات القلبيه ازداد جدا في مصر وخصوصا في الشباب. وفي الحقيقه يعني بنتمنى انه يكون الناس اوير وصحيه للحاجات اللي هي يجب تجنبها لمحاوله تعديل وتقليل معدل الازمات القلبيه. طبعا العنصر الاساسي في الجزء ده هو التدخين المنتشر بصوره وبائيه في الشباب وفي الاعمار الصغيره، وده عنصر مهم جدا جدا، لانه التدخين يعني علاقته بالازمات القلبيه علاقه لا تقبل الشك ولا الجدل. واذا اضفناه لوجود اوريدي معدل تلوث عالي في مصر، ده يمكن ما يقدرش الناس تتجنبه قوي، بنجد ان الاثنين دول بيلعبوا يعني عوادم العربيات وعوادم الديزل والحاجات دي، بالاضافه ان واحد مدخن هو بيحارب شرايينه بكل طريقه. يعني دي من الاسباب الرئيسيه. طبعا من الاسباب، اعتقد ده السبب الرئيسي. العنصر الثاني برضو احب الفت نظر اولادنا الشباب ليه، في الحقيقه استعمال ادويه بصوره غير سليمه او مش بالضرورة أدوية كمان اللي هي الحاجات المخدرة والكلام ده كله، في الحقيقة انتشار الناس اللي بتاخد ترامادول واللي بتاخد حبوب معينة أو اللي بتاخد مثلا بانجو والكلام ده، كل الأبحاث دلوقتي بتقول إنه ده ساهم جدا في زيادة معدل الأزمات القلبية للشباب. وفي الحقيقة بيعمل أزمات قلبية في شاب كان ممكن طول عمره ما يجيلوش القلب لولا انه بيدمن الحاجات دي. فده عنصر وقائي وبنحذر الشباب منه، والامور بتتاخد على انها في الاول هزار او ان هو يعني تجربه، لكن بيجر رجله. واصبح دلوقتي اول سؤال بساله لما الاقي شاب داخل بازمه قلبيه البيشنت، او بيني وبينه يعني اقول له انت بتاخد اي ترامادول او حاجه من الحاجات دي؟ وفي الحقيقه في اغلب الاحوال بيطلع صح. العنصر الثالث طبعا العنصر الغذائي وانتشار عادات غذائيه سيئه جدا، والنظام الاكل المش مظبوط المحمل ومشبع بالدهون. وهنا انا برضو بحب الفت نظر الناس انه في كلام يعني ابتدى يتقال ان هو لا الكوليسترول مش مهم والكل زي ما انت عايز. لا، بالنسبه للاكل، الاكل ضروري يكون معتدل واكل صحي. النقطه المهمه جدا انه يتعمل فحص مبكر للشباب خصوصا اللي موجود في عائلتهم تاريخ مرض بالظبط، فاهم الهيستوري، ازمات قلبيه، ان هو يحلل الكوليسترول. ما اقولش انا صغير، ولو الكوليسترول عالي من فضلكم ما تسمعوش كلام الناس الغير متخصصه اللي تقول لك انت صغير انك تاخد دواء الكوليسترول. لا، ضروري تاخد. وبرضه لو عندك ضغط انت مش صغير، يعني لو لقينا ان الضغط ده يعني مستمر معاك انت مش صغير انك تاخد دواء ضغط. ان الضغط والكوليسترول والسكر يجب ان يعالجوا من البدايه وبكل قوه. اذا لو انا عملت سكريننج للناس دي خصوصا اللي عندهم تاريخ مرضي في العائلات، استبعد وجود كوليسترول عالي واستبعد وجود سكر واستبعد وجود ضغط، وانصح الشاب ان هو يبعد عن اي مكيفات او اي عناصر ادمان. ولو سمحتوا بطلوا التدخين، احنا بنواجه مآسي يعني تبكي وتحزن القلب من شباب في عمر الزهور. اذا ما كانش بيموت بقى بيتحول لشخص معوق ما يقدرش يتحرك حركة واحدة بدون ما ينهج، ودي حاجة مؤسفة جدا. الأمراض القلب يا جماعة أمراض معوقة بتسبب إعاقة تستمر مع البني آدم مدى الحياة. فإذا كنا احنا بنتكلم بنقول الأعمار بيد الله، وهي فعلا بيد الله، لكن ربنا سبب الأسباب. لكن الحاجة الأهم كمان إنه مش بس العمر، إنه نوعية حياة البني آدم، وإنه ما يجيش شاب في عمر الزهور يتحول لإنسان معوق الناس بتساعده وبتصرف عليه. مرسي جدا يا دكتور، استنى كده ونقول حضرتك معانا في كارديالكس.